السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم هيونداي سوناتا دي 2019، بستعرضها مع بعض. مثل ما تلاحظون السيارة فيها LED نهاري وفيها رادار موجود أمام السيارة، ما في سنسور من قدام. طبعا هذه السوناتا 2018 تغيير بس كذي فيس ليفت، ان شاء الله الجيل الجديد راح يجي 2020 مثل ما تشوفون بالصوره، شكل جديد كليا مع مواصفات جدا رائعه، وراح نشوفها اختلاف كلي حتى من وراء ومن من القدام. ف اول ما تنزل ان شاء الله راح نصورها. تاكد انك تضغط على زر السبسكرايب وتطق جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. شوف التاير 205 65 16 من كوم. لاحظت من السيارة انه ما فيها دقمة تبطل الدبة من ورا، بس من داخل مع ريموت اكيد. هاي دبتها ممتازة، سبير نفس المقاس بالضبط 205 16 65 للارتفاع مع الجيك والعدة كاملة. طفاية طبعا ورا مسكين. شوفها من داخل طبعا فيها بانوراما. باب ما شاء الله وسي، فتحتها واسعة جدا. فيها مناظر اوتو ترضوي، هذه بس اوتو ما سايق. كرسي يدوي كهرباء. السيارة من داخل، هذا مثبت السرعة هني الكروز، وهني التحكم بالشاشة الوسطية، وهني ترد تسد على المكالمات، وهني تطول تقصر، وهني تغير بين اللي انت مشغله، وهني تقدر توقف الصوت على طول ميوت صامت. فيها بدل شفتر، انا احس انه ما له داعي يعني على السيارات 4 سلندر خصوصا السيارات العملية، يعني إضافة ما لها داعي صراحة. أنا أشوف من وجهة نظري. طبعا هذه السيارة أنا احترت أنافسها بين الكامري والكورد والتيما أو الكوريلا والسنترا. أتوقع أقرب مالها السنترا والكوريلا والسيفيك، هي تنافس السيارات هذه. مثل ما تشوفين في الحين تقدر تتحكم بالإضاءة، ارتفاع الإضاءة، وهذه إضاءة الطبلون نفسه العدادات، وهذا فتحة البنزين، فتحة الدبة، وتراكشن كنترول. نشوف مع بعض الطبلون الوسطي. شاشة معلومات موجودة، مكيف هني شكلها كذي على جنب، مكيف يمكن هني يعني طايقك انه على السكان بالضبط، يعني انت لو كذي تسوق يمكن ما يجيك المكيف هذا، لاحظته يعني عليها. الأدوات ممتازة مثل ما تقولون، مع جودة المواد المستخدمة ممتازة صراحة. هني مكيف عادي مو كهرباء، مو اوتو عفوا، وفي فتحة USB وفتحة IOX و12 فولت، وفي ولاعة هني، وهذا هني مكان تحط تلفوناتك او شيء موجود هني. هذا الجير مثل ما تعودنا على هنداي، صار لهم فترة يستخدمون مواد جيدة صراحة. هني مخزن صغير، كاب هولدر مع طفاية سجاير الله يبعدكم عنها، درايف مود يعني تحط ايكونومي، يعني الانظمة الحين موجودة ايكونومي، سبورت، سبورت بلس، باركينج سنسر ممتاز، حجمها جدا ممتاز.
طبعا مفتاح عادي وزر تشغيل وبصمة مثل ما يقولون الناس الحين. شوف السيارة ورا. طبعا استهلاك الوقود 13.6 لتر كيلو لكل لتر، يعني اللتر واحد يمشيك 13.6 كيلو. فتحة وسيعة حق الباب ممتاز. حشفة المواد جيدة إلى بالنسبة للفئة هذه. ما شاء الله سيارة وسيعة ممتازة جدا، فيها هنا علاقة ملابس، فيها هذه والليت، ليت ال اي دي. هنا تكييف واصل الخلف مع فتحة 12 فولت. هذا الكاب هولدر موجود هنا، وفي ما تقدر انك توصل للدبة من هنا. ما تشوفون البانوراما موجودة للخلف. شكل السيارة من عمر. استعرض مع بعض الماكينة. تجي 2.4 لتر، 178 حصان، تقريبا 228 نيوتن من عزم الدوران. غير 6 غيارات تصل غير 6 غيارات. لايك سبسكرايب لوصلك كل ما هو جديد ان شاء الله. حياكم الله.